انت متاكد من هالحكي؟ عم بقول لك شفته بعيني نزل عندينا مع ابو نايف. يا سلام، يبقى هلا لحالها بالبيت. خلينا ننزل على النبعه الا ما تجي لهني. وبلكي ما رحت على النبعه. صحيح. طيب شو رايك نروح على البيت، قصدي على الدكان، بحجه انه بدنا نشتري. بنقوم من زتها كلمه انه نحن نازلين على النبعه، بتقوم هي بتجي لعنا. حسون ليك انزل هيك يوم معنا هذا. لك تعال هون. روح حسون. حسون شو رأيك تشوفه هون ورا البيت وأنا بنطلع الطريق؟ بدك يعني شوفه هون قدام البقرة والحمار؟ الجو بالنبعة شاعري أكتر. طخي طخي نفس لك شوي. هلا يا هلا. لك ايه مين؟ ولاد ببي؟ أنا حسنة. يا أهلين. شو؟ ليش مسكرين الدكان؟ مات أبوكي؟ فال الله ولا فالك، ابي نزل عنديني. انزلي لكان، بيعيني غراض. يلا جايه. ان شاء الله يموت ابوها، ترت منه، بتيم منه. يا لطيف، يا لطيف، حظي شو حلو، اجت على ايديها ورجليها. هلا انت بتروح على الدكان وبتعمل حالك بدك تشتري بزر، بتقوم بطريقه غير مباشره بتقول له انه نحن نازلين على النبعه. يمو على عيني، رسول غرامك انا. يلا. استعجل شوي. هلا كل هالسرعة منشان كيس دواء غسيل؟ أنو نوع بدك؟ بدي أحسن نوع وأرخص شي. هذا ب14 وهذا ب15. تبع ال14 وبيزيد ليرة باخد فيها راحة. تفضلي. شو بك غزال؟ تاكل راحة؟ إيه باكل. إيه غزال؟ شو بتريد؟ بدي أشتري. وين أبوكي؟ أبي نزل على المدينة. شفته لما نزل، رحت قلت له لحسان ابوك نزل عن ديني. ايه وهلا شو بدك؟ بدي اخذ شوية بزورة مشان اسلى فيها عن النبعة وانا وحسان. حسان عن النبعة، انا وحسان عن النبعة، عن النبعة انا وحسان. لك تعا ما بدك بزر، لك تعا خذ كيس البزر. لك خلصتيهم كلهم؟ ايه والله ابي لاقيهم ايامتي. غزال ما تضربوا ولا ضيعت مجانين. عمي خليل، هذا انت هون؟ ايه مثل ما انك شايف. شو وين ابوكي؟ ابي راح يشتري البقره الهولنديه. هو وصهري ابو نايف؟ اخ يا هلا، عقبال ما انزل على المدينه وجيب لك بقره حلوه مثلك. ايه بس انا ما رح صير فلاحه. لكن شو بدك تصيري؟ دكتوره؟ ايه وليش لا؟ بنت الفلاح بتصير فلاحه، بس بنت التاجر لازم تصير دكتوره. لكن استعجلي وصيري دكتوره مشان تعالجيني. ليش؟ من شو بتشكي حضرتك؟ قلبي يا هلا، اسمعي شلون عم بدق. دم تك دم. اسمعي منيح. شو بدك ولا؟ بدي قلم رصاص. ايه ورصاص. عمو وينه؟ شو هو؟ لك شو؟ وينه؟ شو هو؟ شو بعرفني؟ لك وينه؟ لا ما تقول. بتعرفي بقرتكم حلوة؟ عيونها حلوة، شعراتها حلوين. تسلم، هذا من ذوقك. بتعرفي ليش حلوين؟ ليش؟ لانه بقرتكم هولنديه وبقره بيت اختي دنماركيه، مشيتها تقيله. هلا بدي اسالك سؤال. ايه. انت كل يوم بدك تجي تسقي البقره؟ يعني احيانا. وانا كل يوم بدي اجي اسقي بقره بيت اختي. معك حق، لانه بتغب كثير وبتاكل حشيش كثير. ايه ما في اكثر من حشيش بضيعتنا، شوفي شلون قديش عم يحششوا. ايه كان ما في اكثر منه، اطلع ما عم لاقي حشيش، عم طعميهم من المونه. وبعدين بركي بأهل الضيعة اللي ما ضل حدا فيها إلا واشترى بقرة وما خلوا عرق أخضر بالبساتين. هلا؟ نعم. أنا مبسوط كتير لأنكم اشتريتوا بقرة. ليش؟ لأنك كل يوم بدك تنزلي تسقيها وأنا بهالحالة كل يوم بدي شوفك. هلا فهميني شو جابوا لعنكم؟ مينو هاد؟ منو هاد؟ الدكتور البيطري، لسا كل يوم والتاني هو عنكم. الناس بلشت تحكي وتلت وتقول إنه هو عم يجي لعنكم مشانك. إيه لا مو معقول. لك شلون مو معقول؟ معقول ونص. ليش انت ما سمعتي؟ ابدا ما سمعت. بعدين انا ما عم بقعد معه، هذا اللي كان ناقصني. على اخر عمري اتجوز دكتور بيطري. ليش شبه دكتور البيطري بيطالع مصاري كثير وابوك يروح قلبه المصاري. انت قلتها، ابي مو انا. بعدين انا معقول اطلع فيه؟ يعني ما في شيء بنوب؟ ابدا. طمنتيلي. على كل حال اعطيله حبك. حبك بقلبي كبير قد البير.
يا ريت يا ريت يصير معي مصاري كتير اخطفك وربطك بالجنزير. بالجنزير؟ هي مو بالجنزير بس لضرورة القافية. بعدين بدل ما تخطفني ليش ما تروح تخطبني؟ الناس كلها بتقول ايام الخطبة احلى شيء. معك حق، ايام الخطبة حلوة كتير بس ايام الجواز كلها تعتير. ما بعرف مين جاي على طريق النبعة. يلا روح، لك روح، لازم تروح هلأ. ماني رايح، أنا إمتى بدي شوفك؟ لازم تروح، لازم تروح، أحسن ما يطب علينا أبي. يجي أبوكي، ما بدي روح. يا هالة، يا هالة، أنا ما عم نام الليل من كتر ما عم فكر فيكي. لك حتى نومت بعد الظهر ما عم نامها. لك وأنا كمان، بس لازم تروح. ماني رايح، لو بدها تيجي تضيعة كلها، ماني رايح، ماني رايح. أعيدهم حسان، تعرفوا لأبي قديش وعصبي. ماني رايح، خايف إذا رحت أرجع أشتاق لك. خليني هون، هلأ أنا ماني مشتاق لك، ماني مشتاق. حسان روح بلا سؤالة. عم تتنسى. الله 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 على الحب. شو حسان؟ احترامي احترامي عمي أبو صالح. هون بالزريبة البكالوريا تبعك. عمي خل. أهلين أبو الخل. لك أبو صالح، شو عم تساوي عندك؟ هوا هوا، عم شم هوا من وادي القرون. تعا تعا خذ لك شمي. تعا عم تشم هوا عند الزغيبة؟ لك شو هالمناخير اللي عندك؟ تعال شوف، قالت لي ام صالح انك جاي لعندي. ايه مزبوط، انا جاي لعندك. صحيح. ايه الحالي لك ازهار وبان؟ لا تخاف، عليك الامان. بح. شافنا هلا رح يقول لأبي. ولا يهمك، أنا رح أتصرف. شو بدك أنت؟ مرحبا. أهلين. شو بالظاهر عندكم ضيوف؟ هيك شي. وعرفتي لي مين الضيوف؟ أبي عم بيقول لي ضيوف أجانب، وفي منهم واحد مغترب ويمكن يطلب إيدي. وبدك توافقي؟ ما بعرف. لا وافقي. شو؟ فكرتك بدك تقول غير هالحكي. شو بدي أقول يعني؟ بتقوسه، بتموته، بتطالع روحه، ببوسه من بين عيونه. يا مجذوبة، هذا المغترب بيكون عمي ورح يطلب ايدك الي. عن جد؟ رح توافقي؟ ماني موافقة. تسلم لي هالطحنة.